متحدثين في هذا اللقاء على موضوع التحديات، الحلول للتحديات المالية اللي تواجه القطاع الوقفي. اليوم نحتاج إلى التمكين المالي للقطاع الوقفي. كثير من الأوقاف اليوم تواجه تحديات مالية، كثير من الأوقاف فيها تعطل وفيها تعثر، فلذلك حرصنا أنه اليوم استهدفنا بعض المستشارين الماليين والخبراء في المال والاقتصاد والاستثمار يجون اليوم يتكلمون على موضوع التحديات المالية والفرص المتاحة اليوم. اليوم يوجد عندنا قطاع مالي ويوجد فيه منتجات ويوجد فيه حلول مالية، وعندنا قطاع وقفي يوجد فيه احتياج. اليوم هذا اللقاء نستهدف فيه إقناع القطاع الوقفي أو الشرح للقطاع الوقفي عن الحلول المالية الموجودة أو المنتجات المالية الموجودة، ونسأل الله التوفيق. وهي إحدى مبادرات مركز أوقاف غرفة الرياض